اهلا وسهلا بكم. شدد رئيس مجلس اداره الهيئه السعوديه للمهندسين المهندس حمد الشقاوي على ضروره انشاء هيئه مستقله للاشراف على تطبيق كود البناء في التنفيذ والتصميم، لافتا الى ان تصنيف وزارة الشؤون البلدية والقروية للمقاولين غير مهني ولا يخضع لمعايير الجودة المتمثلة بجودة العمل والعمالة المتوافرة لدى المقاول. خلونا نشوف هذا التقرير ثم نعود للنقاش. تصنيف وزارة الشؤون البلدية والقروية للمقاولين غير مهني ولا يخضع إلى معايير الجودة المتمثلة في جودة العمل والعمالة المتوافرة لدى المقاول، ويجب إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على تطبيق كود البناء في التنفيذ والتصميم. هذا ما ذكره رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حمد الشقاوي في تصريح للزميلة الحياة. وأضاف الشقاوي أيضا أن تصنيف المقاولين الموجود حاليا يعتمد على معايير عدة غير مهنية، من أبرزها عدد العمالة وعدد المعدات المتوافرة لدى المقاول. وأوضح أيضا أن عددا من المصممين في المكاتب رسامون وليس لهم علاقة بالهندسة، مما ينعكس على جودة المنتج الذي يقدمونه، إذ إن عددا من هذه المكاتب تبيع المخططات بمبالغ زهيدة لسوءها وافتقارها إلى معايير دقيقة، وذلك بسبب عدم وجود الرقابة اللازمة على هذه المكاتب. وقد صرح الشقاوي في وقت سابق وبعد إعلان وزارة الداخلية عن تطبيق العقوبات في حق من يثبت تورطهم في تزوير الشهادات العلمية، صرح بأن الهيئة بصدد رفع قائمة بأسماء من ثبت تورطهم في التزوير، خصوصا أن الهيئة قد اكتشفت في وقت سابق أن بعض المزورين من الأجانب، وبعد أن يكتشف أمرهم ويتم إبعادهم عن المملكة، يعودون مجددا إلى أرض الوطن بالمؤهل المزور ذاته دون تردد أو خوف، الأمر الذي سينقطع مع تطبيق العقوبات التي أعلنتها وزارة الداخلية. اهلا وسهلا بكم من جديد، شكرا للزملاء على التقرير. لمناقشه هذا الموضوع ينضم معنا في الاستوديو رئيس مجلس اداره الهيئه السعوديه للمهندسين المهندس حمد الشقاوي، والعضو السابق في الهيئه السعوديه للمهندسين المهندس سعود الدلبحي. وكان المفروض ان تكون ممثله وزاره الشؤون البلديه والقرويه، الحقيقه احنا يعني حاولنا الاتصال بالاخوان هناك وزملائنا يعني اتصلوا وبعدين ارسلوا مسج للمتحدث ووعدنا انه بيكون احد، لكن يمكن الوقت ما اسعف، يمكن لعل المانع خير، لكن عموما حق الرد لهم في اي وقت شاءوا. مهندس يعني حمد، ما الداعي الى يعني هذا التصريح في هذا التوقيت؟ يعني كانه في شيء، في تراكمات قديمه في؟ لا لا بالعكس، اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. انا ابي اعرج على نقطه مهمه، احنا اليوم كلنا جنود لهذا الوطن، واخر قرار اتخذه سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير محمد بن نايف في تجريم المزورين، هذا حفاظ على أمن الاقتصاد، مزور الشهادة الوهمية، مزور الشهادة الوهمية، وهذولي وباء وداء يعني استفحل وسلو والله الحمد يعني. فهذه إذا بدأنا من المنطلق هذا أن احنا كلنا حريصين، تصنيف المقاولين أو تصنيف المكاتب الهندسية أو تصنيف كل القاصي والداني الصغير والكبير اليوم يرى المنتج الإنشائي في المملكة، وكلنا نتفق عليه أنه دون المستوى، لا من ناحية حتى المباني الخاصة، لعدة أمور. أولها عندنا كود بناء بدأ يعني بتشكيل لجنة، يعني قرار المجلس الوزراء كان في تاريخ رقم 174 تاريخ 15/6/1422، تشكيل اللجنة تشكيل اللجنة اللي هي الموافقة على الخطة العامة للجنة الوطنية لكود البناء السعودي، ورفع يعني القرار الموافقة على إنشاء وحدة مركزية لكود البناء السعودي في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتكون هذه الجهة اللي هي الجهة المختصة بمتابعة تنفيذ كود البناء السعودي بعد اعتماده ومراقبته وإدخال ما يلزم لتطويره. هذا القرار في عام 1401 في 11/10/1400 أو 11/1/1428، احنا الان 7 سنوات
لا عندنا كود بناء تصنيف. لما حنا يعني أنا لما أتكلم أنا لا أقصد غير مهني، أنا أتكلم يمكن الفرقعات الصحفية يحبونها، أنا أتكلم أنه أغفل الشق المهني، في الشق المالي، في الشق البشري كعدد، في شق المعدات، وفي شق يصنف وسابقة العمل. اليوم حنا كلنا نعرف أن العمالة مهاجرة، العمالة يعني تجي وتمشي، غير ليست سعودية، العمالة اللي تشتغلون عند المقاولين ليسوا ثابتين. الأهم في الموضوع أن التصنيف المهني اللي أنا أتكلم عنه أن أن العامل أو الفني سواء مليص أو بنا أو كهربائي أو عامل سباكة، هل يتم وفق معايير واختبارات مهنية؟ هذا سؤالي يعني. لا، فبالتالي التصريح اليوم احنا نتمنى في ظل وجود هذا الرجل، الحقيقة انا متفائل، يمكن قد تكون رسالة المعالي وزير الشؤون البلدية والقروية، وهو رجل يعني مهني من الدرجة الاولى المهندس عبد اللطيف آل الشيخ، فعلا لتبني هذا الامر. نحن في امس الحاجة اليوم لإيقاف هذا النزيف. الدولة ولي الأمر، وهذا ذكرته أنا، في ينفق بسخاء، ما في مزة، حتى ميزانية اليوم نزل البترول ولا نقصوا علينا على قولتهم ولا هللة، بالعكس زادت الميزانية، مشاريع ضخمة. فبالتالي من حق ولي الأمر أنه يجد في المقابل مشاريع على جودة عالية، مشاريع يعني تتم. يعني أنا انتقدت المكاتب الهندسية والهيئة السعودية المهندسية، هي وين رخص المكاتب الهندسية، وللأسف اليوم لا في نظام مزاولة مهنة. أقر من مجلس الشورى ونتمنى أن يقر من المقام السامي، وهو يضع إطار محدد لعمل المهندس وتجريمه وحطه على الأسداء، وكذلك نتمنى أنه الطبقة العاملة الآن في الدول الأوروبية والدول المتقدمة جل اهتمامهم في الطبقة المهنية، من يعمل في العمل المهني ودخولهم عالية جدا. أنا أذكر في أحد الأخوان من غير ذكر أسامي، عندنا شريحة كليات التقنية تخرجها وما هو لاقين شغل، الرسام المعماري، المساح، المراقب، عندنا في عمل ورواتبهم جدا مجزية للأسف، لأن في غياب المعايير التنظيمية المهنية سواء من الهيئة السعودية المهندسين، سواء من وزارة الشؤون البلدية والقروية، سواء من أي أحد، قاعدين إحنا لو طبقنا هالمعايير حيرتفع سقف الرواتب، عنده ممكن تتوفر إلى 50,000 وظيفة للسعوديين في هذه الشريحة فقط. نعم. فبالتالي طيب. إحنا جالسين طيب. لا يعني هي مجلد إرسال رسالة. نعم. يعني في ظل وجود المهندس سعود، تتفق مع سعة المهندس، وفي نفس الوقت هل هي فعلا بس هذه معاناة المهندس السعودي؟ هل معاناته فقط مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ولا مع وزارات أخرى؟ والله لا أتفق معه وأختلف معه في عدة نواحي. أولا يتكلم عن النظام التصنيف أو نظام المكاتب كنظام، فهو جيد، موجود نظام شبيه بالنظام العالمي، لكن عندما تتفق الآن مهام وزارة الشؤون البلدية والقروية هي إصدار الشهادة، وبعد إصدار الشهادة من الذي يراقب، من الذي يقيم ويعطي أداء المقاولين ويقيم عشان تخرج الشهادة؟ كثير من المقيمين غير مؤهلين حتى يعدوا التقييم نفسه. طبعا احنا لما نتكلم عن نظام وتنظيم للمجموعة ككله، ويتكلم عن، انا مع اتفق مع المهندس الشقاوي ان في التنظيم الكامل لازم يتنظم السوق نفسه من المالك نفسه، ابتداء من المالك. الان احنا عندما نتكلم عن المهندسين واداء المهندسين، لكن عندما نذهب الى الجهة المالكة لو جهة حكومية توكل الامر، ادوك تجيب خبراء ويطلبون منك 20 سنه خبره ويطلبون شهادات ويهلون وكذا، لكن ممكن يوكلون الامر في النهايه الى انك يراسك واحد يحمل ثانويه، هو اللي يستقبل منك الاعمال الهندسيه ويعمل كذا. فهناك يعني لو نظرنا لعقد الفدك، انت تختار كمقاول او كمكتب استشاري وتاهل من يقوم من الطرف الثاني من المالك يقوم باستلام الاعمال منك، مثل ما الجهه المالكه تأهل مندوبك ممثلك، أنت لك الحق أن ترفض من تعينها الجهة المالكة لاستلام أعمالك. إحنا الآن القطاع الخاص سهل يتأقلم مع النظام، لأن المسألة يعني القطاع الخاص فيه منافسة، لكن الجهات الحكومية ما زالت إلى حد الآن غير مستوعبة حجم
مدى أهمية الموظفين اللي يقبلون الأعمال أو يرفضون الأعمال أو يتعاملون مع القطاع الخاص، يجب أن يكونوا أعلى مستوى، هذا ما نطالب فيه. عندما تكون يعني في ظل عدم وجود كادر هندسي، في عدم وجود تصنيف للمهندسين، في عدم التزام بالكود السعودي، إلزام المالك والمقاول وكل الناس، في عدم حتى تأهيل للمهنيين، احنا حتى المهندسين الآن يعني تصور جهة حكومية تقبل مهندس أن يدير مشروع ب 200 مليون، تقدم عليهم أن يدير نفس المهندس بعد 3 سنوات من الخبرة معهم يمنحون شهادة شكر، تقدم أن يدير مشروع ب 25 مليون يرفضون. ما ترى ليش؟ لأن اختلف الموظف اللي أهل ذاك يشوفه كويس، الموظف هذا يشوفه ما هو كويس. يا أخي نبي معايير ثابتة نتعامل معها. يعني إحنا نتكلم الآن مثل هيئة المهندسين أو كذا، ما قاموا بدراسة فعلية للسوق دقيقة جدا، لكن كون نطلق تهم جزاف على الناس، أنا أعرف إن في شركات كويسة، في مكاتب كويسين، لكن ما قادرين يصنعون سوق عمل لوجود من هو دخلاء على السوق ويثرون على سمعة. تفضل مهندس حمد، رد على الفكرة وفي نفس الوقت سألك. يعني هو ذكر حاجة مهمة، ما في معايير، ما في محددات. كود البناء هنا يقول الإطار العام، أقرأ لك أنا من موقع الكود العام، يقول تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 279 تاريخ 8/11/1425 باعتماد الإطار العام لكود البناء السعودي، تم إخراج الكود في مصنفين أساسيين. أي فهمت كيف؟ الاشتراطات تناول نطاق الكود وتصنيف المنشآت حسب الأشغال، يعني الاشتراطات والمتطلبات المعمارية والكهربائية وكل كلها موجودة في الكود. احنا نحتاج لتفعيل هذا الكود. انت اليوم لما يكون عندك معيار الشخص اللي قبل انه يشرف على مشروع ب 200 مليون، هذا معاييره محددة 1 2 3 4 تنطبق عليه. طيب انا بسألك، دائما اسمع المهندسين ويشتكون عندنا، الحين ما شاء الله عندنا 12 وزير مهندس، يعني اموركم طيبه انتم ان شاء الله. بالعكس تم فيهم خير في التشكيل يعني. في نفس الوقت هل من خلال انتم يعني ارسال يعني من خلال مراسلاتكم على الجهات المعنيه، هل تشعروا انه تحسن الاداء، في قناعه بالمهندس السعودي، في فكره لتغيير الكادر الهندسي؟ يعني ايش وضعكم الان؟ ما هو مدى رضاكم انتم عن الوضع؟ الوضع طبعا حنا لسه يعني توهم جدا، يعني يقولون يا هادي الوزراء الجدد، لكن في السابق لا، للاسف ان فيه كذا نظره عامه للمهندس السعودي، عدم ثقه في المهندس السعودي من القطاع الخاص تحديدا. فاهم شلون؟ القطاع الحكومي في غياب تام للتأهيل والتدريب والتطوير، بينما المهندس السعودي، وهذا أنا ذكرتها، أكرمه ماديا ومهنيا. وسوف تجد شخص، وأنا تعاملت معهم في قطاعات في شركة أرامكو، فهمت كيف؟ وأنا أقول، يقول لك السعودي غير ملتزم، السعودي غير ملتزم، يطلع من بيتهم الساعة 5 ويرجع بيته الساعة 7. أحدهم فقد حتى حياته الاجتماعية. يعني أنا ما أبغى أقولها، لكن قصة حقيقية مع أحد الأخوان، ما قدر يعني أعزب، تزوج مرتين وطلق بسبب التزامه. لأن في الأخير اليوم المهندس اللي يشتغل في شيبة في أرامكو، وهذا مهندس سعودي، عنده أمان وظيفي، عنده قرض بمليون ونص، عنده مثلا، يا جماعة الخير المهندس السعودي ملتزم، المهني أي مهندس، حتى الموظف السعودي اللي خريج الكليات التقنية، أكرمه براتب جيد، بأمان وظيفي جيد. الأمان الوظيفي في القطاع الخاص مفقود، الشركات الهندسية، شركات المقاولات، لذلك هو يبحث. لكن أرامكو والهيئة الملكية وسابك ما تقدر تستوعب كل هالأعداد. لازم حنا نوجد حقيقة معيار، عشان حنا فعلا تكون فيه عدل ومساواة. لما أنا أجي أفاضل بين الأخ الوافد والسعودي، أنا أقول لك لو وجدت معايير مهنية واختبارات مهنية سواء للمهندسين أو المهنيين اللي هم لدرجة المعاهد المهنية، سوف تشغل هذه الوظائف بالسعوديين، وخذ الكلام مني وحاسبوني عليه. طيب
تعليق أخير. أنا أقول المثال الحي الآن، إحنا لا نتخذ سعودي وغير سعودي، إحنا في النهاية بشر مثل بعضنا مع ذي العينات. لكن النقطة الأساسية للطبيب السعودي الآن عندما خضع إلى اختبارات السعودي والأجنبي أصبح المشاهير الآن في التخصصات هم الأطباء السعوديين. فلو خضعوا المهندسين لنفس هذه المنظورة سيكون هناك مشاهير مهندسين سعوديين لكن بدون معيار والتقييم مجرد جزافة. فأنا أعتقد أن هذا ظلم، والمهندسين السعوديين مثل البشر الثانيين نريد أن يكون نطبق النظام العالمي والمعيار الدولي واللي هو يتخصص في الكادر والتصنيف الهندسي. نعم، شكرا لضيوفي الأعزاء. كنا نتمنى يكونوا معنا وزارة الشؤون البلدية القروية، لكن لعلنا خير إن شاء الله مستقبلا راح يكونوا معنا. شكرا لرئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حمد الشقاوي، شكرا أيضا للعضو السابق في الهيئة نفسها هيئة المهندسين المهندس سعود الدلبحي. وفاصل ونعود لكم بعد قليل في ملفنا الأخير لهذا المسألة.